يسقط يسقط حكم العسكر. يا ابو دبورة ونسر وكام، يا ابو دبورة ونسر وكام. احنا صحافة مش ارهاب، احنا صحافة مش ارهاب. احنا صحفيين مش ارهابيين. الداخلية ما زالت بتمارس نفس الدور اللي كانت بتمارسه قبل 25 يناير، فقتل وتعذيب وتشريد الصحفيين بتهمة ان هم نازلين يغطوا عشان يضحوا حقيقة وعشان يضحوا ارهابها ضد المواطنين في الشارع. كمان في مؤتمر صحفي لاهالي المعتقلين، الصحفيين المعتقلين بالقبض الصحفيين يوم الخميس الساعة 5، وبندعو كل اهالي المعتقلين ان هم ينضموا معانا يوم الخميس الساعة 5 في المؤتمر بتاعنا. عاش نضال الصحفيين، يسكت يسكت حكم العسكر.